اهلا وسهلا حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم هانيه صحيحه لاباس؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها مزيانه ان شاء الله. اسمحوا لي يا حبيباتي، هاد اليوم انا غبرت عليكم على 3 ايام لانني كان ارين شويه مريض فتدهيت معاه، وراكم عارفين الواحد تيعيا ضروري الانسان مره يعطي لراسو الراحه. صافي، انا بديت لكم من الليل، درت هنايا هاد الديفيزور، درت فيه داك الزويته ديالو. صافي، وهنايا دايره فيه الماء، وكنديرو في الليل غير هو بهذه زوينه اللي خديتها اخر مره، عقلتو الاخرى كانت خسرات ليا. هادي باش زوينه، فيها الوقت، بغيتي ساعه بغيتي ساعتين وكتطفى اوتوماتيك من راسها، بغيتي تخليها مانيوال طفاها مانيوال راه كاينه فيها. صافي، وداك المنظر ديالها شحال غزال، اذا زوينه كتجيب لك الرخاوه ديال الدجاج وفي نفس الوقت كتسولاجي. حبيباتي صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ عرفتي دابا كتعرف على هادي؟ عرفتي راه قتلاتها بالخلعه، شريت وحده لارين وحده ليها، وعرفتي ومخلوها منها. شوفوا انتم كتشعل بالضو وراسها اش قال ليها؟ دابا انا خليتها لها بحال هكا، هي اصلا هي ما غاتعرف شنو هي، وفي نفس الوقت مخلوعه عز عليك شي شاب. فاش ديتها درتها في المجر وجبدات المجر وكتقول لي جبديها زعما، حطيتها انا دابا هنا بغات تعرف. كتبغى انت ديري لها بحال هكا، ديري لها هكا، ديري لها هكا. يلا شوفوا هادي. هنايا مناش خايفة، خلعاتك كبيداش ديالي. نتمنى تكونوا كتسمعوني دابا، خصني نبدا نغوش. التليفون راه فيه شي مشكل، البنات صبروا علينا ان شاء الله. كيبان لي اما غناخد تليفوني اما غناخد مايكرو. تليفوني راه ما فيه حتى مشكل، فقط الصوت ما عرفتش مالو. كبيدات اللي كيسولوني اسيا واش عندكم الاسعار مرتفعين، واش عندكم شي حاجه تبدلات؟ اكيد البنات الاسعار مقنبلين. تخيل معايا الخبز الصباح باغي تمشي يجيبو، كانوا نورمال شحال هادي 4 خبيزات، كانوا دايرين باوند واحد، شويه ولاو 3 باوند، دابا ولاو 2 باوند، يعني 2 دايرين 12 درهم، ما بين 12 13 درهم على حساب العمله. شحال مره كل نهار وشحال، يعني راه بزاف راه بزاف. عرفتي داكشي طالع، الرز غلا، الزيت، الغاز، والبعدا غير المازوت راه لا اله الا الله. عرفتي كنديرو كيستهلي دغيا، كنديرو كيستهلي دغيا، خصوصا عندنا الطوموبيلات كبارين كيستهلكو. عرفتي راه دغيا داكشي كيسالي فيه، راه مشات عين. بحال مولف انا كندير مثلا، راه كانوا هبطوه وعاوتاني رجع طلع. هذا الله يفرج علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا ربي، وعلى الناس كافه في جميع انحاء بقاع العالم، لانه الصراحه هذا الشيء كيضر بزاف كلشي شويه، لا بالنسبه للجانب ديال الماكله ولا بالنسبه لكلشي. كلشي طلع، كلشي طلع، ما كاينه شي حاجه اللي ما طالعش. نمشي نجيب غير اريم ونرجع للدار. عرفتو الصباح تخيلوا معايا البارح بالليل اش قلت لكم؟ عقلت شوف اخر فيديو اش قلت لكم، هي اللي وقعت ليا البارح. عاوتاني بغيت نتسولاج، حيت انا ديما بالليل خصوصا هاد الايامات عندي مشكل في الظهر، هادي جا قلتها لكم ناض عليا. قلت اشنو كندير؟ كل ليله كنعمر البانيو ديال الماء، كندير الماء حمام ديال الماء، كنعمر البانيو ديالي وكنسخن العظيمات باش ظهري يتسولاج. هو تخيلوا معايا البنات اش غنقول لكم، يلا تخشيت في البانيو ارين كيغوت، واو نتا كنجري. عرفتو تخيلوا معايا الدري، يلا جيت غنسخمو، بديت تنحتحت في داك الشيء. بعدا تدوش، ضربت الضربه الصغيره معاك، دايره الزيت في شعري ودايره ماسك وداك الشيء، ضربت على داك الشيء دغيا. ايوا بدات الفراش، بدات كلشي. الصباح وانا نقول الله اليوم الدراري بخير، الصباح وانا حاطه الحليب ديال بارين حاطه حداها باش مني الصباح نوض نلقى راسي انه الحليب قريب ليها. تخيلوا العيش دارت زعما قريب باش نصيب لها الحليب ديالها. شديتي الحليب بواطا يلا مشريه عامره، كلشي في بوكيما كامله. ناري البنات باش حسيت، ناري البنات باش حسيت. عاجبني اليوم حسيت براسي تغدرت صراحه، لا في النعاس ديالي ولا في عرفتي واحد الفقصه واحد الاعصاب منقولش لكم. صافي عا باش نفضنا داك الشيء، الفراش اللي شريته صغيور، هذاك اللي طابية صغيورة اللي جيت في البيت شديتها حتى هي نفضت انا وباختيار، كيشد معايا ضربتها بالعصا، يعني راه واحد الروينة في العويام منقولش لكم. بعدا
قبل ما نخرج نمشي نفك عليا داكشي باش نرجع ما يشدنيش الاعصاب. حبيباتي الله جبت الدراري دابا لقيت الطربوش سبحان الله الطربوش حتى نهار كنلقاه حدايا. يلا لبست الزره هادي فين نبغي نشحن قاعدتي حتى قبل لبست الزره كيبان لي الطربوش. انا نمشي عند ارين ارين عجباتي قولي مامي سانتا. المهم حبيباتي يلا جيت جبت معايا شي حاجه ديال التقضيه دابا باش نطيب الماكله. عرفتي كرهت الكوزينه ما عرفتش باقي فيا داك الكراهيه ديال الكوزينه جبتها معايا من المغرب عرفتي ما حاملها ما قابله ندخل الكوزينه. المهم حبيباتي هنايا عندي شحال من حاجه غنديرها واحد الوصفه زوينه 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 بزاف غتحمقكم وسهله ماهله شي حاجه اللي طوب غتعجبكم بزاف انا متاكده. المهم بلاتي حبيباتي اول حاجه غنديرها درت الماء هنايا يغلى وسمحوا لي البنات على الصوت ناقص. درت الميكرو كنت نقلب عليه ما لقيتوش قلت الا ما لقيتوش غنشري واحد ولا غنبدل التليفون يعني غنضطر خصني نشري تليفون. انا البنات كنت الايفون قلت لكم عجبني ولكن انا تغيرت في الشخصيه ديالي كنت من قبل غير خرج التليفون كنبداو نتلهفوا وباختيار خصني نشريو ديك الساعه ولكن مؤخرا لقينا هذيك خساره يعني الانسان تليفونه باقي مزيان ما فيه حتى مشكل يخليه. فانا الا كنت غنبدلو حيت عندي مشكل هذا هو اللي كاين. اما دابا قلت الحل بدا بالحلول عاد كنت عن الا كان سميتو نبدلو. وبالنسبه للثمن قلت لكم كيهبط دابا منين تيخرج تليفون اخر ايفون اخر ايفون ديما عنده قيمه ديال بحال الذهب كيبقى موزون بقيمته ولكن منين كيهبط منين كيخرج شي موديل جديد بحال مثلا كيخرج ايفون واحد اخر اكثر من رتبه اكثر من هذا الايفون اوتوماتيك ممكن كيهبط ليه الثمن بحال 2000 درهم بحال ما يفوتهاش. داك 2000 درهم تيبقى يلعب ما بين 1000 درهم 1500 الماكسيموم 2000 درهم ما يفوتهاش ما يطيحش عليها. هذا هو اللي كاين يعني ما نقصتش غير 2000 درهم غير واحد راه زايده فيه مزيانه. غادي نديرها تسلق البيضة تسلق غادي ندير فيها هاد الفخونه ديال الدجاج غسلتهم ووجدتهم وهي ديال الزيت وغادي نخليهم يتقلاو شويه فقط غندير لهم شويه مليحه الزيت والملحه فقط غادي نخليهم على راحتهم عاد باش غنوريكم شنو غادي ندير لهم. الصوص ديالي غادي ندير واحد المعلقه ديال الزبده البنات راه كلشي تزاد فيه عرفتي راه الشوايه عاد نجدد لكم الموضوع الشوايه كلشي كلشي غالي كلشي غالي كلشي غالي. البنات فاش كنت غاده في الطوموبيل عند ارين كنت قلت لكم الليل ما نعش الليل تيرونجيت فاش كنت في الحمام كان ارين حشاكو مرض يعني بالليل ولا هذا المشكل هذا يعني كيكون ناعس تخلي ناعس كتلقاي واحد الكارثه ديال الردان حشاكم واخا كنحط حدا فوطه كنقول ليها يعني دايره لي جميع الحوايج موفره ملي ولكن منين كيفاق كيفاق مدعوق صافي كتغلبوا داك الرده. فداك الشيء علاش صافي غبرت عليكم وهذا وحلفت حلفه ما نبقاش نعوم ولا ندخل الحمام هذه اخر مره صافي حتى يكون معايا باختيار عاد باش نخلي معاه الدراري وديك الساعه ندير ما بغيت. المهم هنايا البنات درت هذا الزبده الدوب دابا غادي نزيد فورس بدا نحرك هذا الشيء صافي. هنا كنرمي هذا الشامبينيون بوحدو زعما يتقلى مع الزيت والبصله والزبده والفورس معلقه ديال الفورس صافي. حتى كيتقلى ليا مزيان وكيطلق الماء داك البصله باش كنزيد عليه البروكلي. عرفتوا البنات في هذا الفيديو هذا كان نهار ديال الهالوين عرفتي اش داروا لي الدراري بالدقان وبالصونيط لدرجه حيد داك البريز ديال سميتو حيت الهالوين الدراري كيدوروا صغار كيدوروا على الديور باش كتعطيهم فلوس باش كتعطيهم فليسات وداك الشيء هذه هي العادات ديالهم. غطيت هذا الشيء كامل الدجاج درته هنايا زدت عليه الماء غير شويه الماء بحال هكا باش يبقبق فيه. هنايا لاصو باي كطيب والبطاطا كطيب حتى هي باش نوريكم واحد الوصفه رائعه جدا. كل شيء يقدر يصبر الا فارين الا جا الجوع تقول ويو خلاص صبر عطيتها الفواكه باش تهمد شويه
لانه كما قلت لكم وليت كنقص لها الحليب، داكشي علاش، حيت عندها شويه شي ماكله كنعطيها لها شي ماكله لا، كاين شي ماكلات اللي ما كتبغيش تاكلها، فداكشي علاش خصها توجد لها لاصوك. لاصوك مازال غتعجبها. يلا حبيباتي هادشي راه طاب، دابا راه خصني نزيد ليه كريمه، كريمه ديال الطياب. حمقني الكريمه في السوق تجي واعره. صافي غادي نزيد هنايا واحد شويه ديال الفرماج كيجي غزال، هذا كيتصح البرغر كنديرو حتى في السوق كيجي واعر. شويه فين حطيت ليهم لاسوب وبيتزا لانه كان جاب باختيار وما بغيش خليهم يبقاو يتسناو. عجباتها لاصوف بنينه، هادي راه ما عزيزش عليها الرياقه، خصك تعطيها بحال هكايا، الا عطيتها الرياقه ما تاكل تبقى تنصل فيها، خليها تتمتع مع راسك بنينه. ها خليها على راحتها كتاكل كيما بغات، اللهم هكا ولا ما تاكلش ليا. وكتعرف قياس راه مزيان الوليدات، البنات اللي كيسولوني اسيا كيفاش بنتك تتعلمت بدات تاكل راسها، حطي لها غير داكشي خليها تجخمر، حيت اغلبيه الناس الولاد وما تيتعلموش ياكلوا كتلقاهم حاضرين، عندك توسخ عادي عندك تخسر عادي، خليهم يوسخوا حالتهم، حطها في كريسي ديالها ولا ديري لها شي كري بحال هكا كريسي صغيور، الا عندك كريسي ولا ما عندكش ديري لها بلايصه ديالها، ديري لها واحد الميكل تحت باش ما تعمرش الدنيا، خليها تعيش معها خاطره. اللي عطيتيها خليها تاكل راسها، بحال دابا النص كيتكب في التريكو النص كيدير هكاك، ماشي مشكل، اللهم تاكل لك ولا والو. وارين تا هو كياكل، درت ليه لاصوب وجدت ليه لاصوب ديالو، ياك ديالك ارين هادي، ارين هي ياكل لاصوب. شي تنسالي عشان نهضر معاكم البنات ندردش معاكم كيف العاده. عجباتني البنات هادي، قولي لي شنو غندير، عرفتي علاش عجبتني بزاف. صافي دابا غادي نجيب واحد الطبق بحال هكايا، شنو غادي ندير فيه هذا، نحط فيه الدجاج، نحيد الدجاج من هنايا، الدجاج راه طاب، غنخلي الدجاج هنايا حتى يبرد عاد باش غادا نصلو من العظم ديالو، والعظم ما غاداش نلوحوه البنات غنخليوه. صافي حبيباتي هنايا البطاطا ها هي راه حيت منها القشره نقيتها، هنايا دابا الدجاج غادا نحيدو من العظيمات وغنحتفظ بالعظوم البنات، العظوم راه هما اللي عليهم الفيلم كامل. غنشد هاد الدجاج بحال هكا غنفرشكو مزيان 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 طريفات صغيورين. البنات بالنسبة للصوت ان شاء الله من الفيديو الجاي غيتسمع لكم مزيان، لانه انا ما رديتش البال ولكن نتوما كمتفرجين نتوما رديتوا البال، فان شاء الله غادي يكون احسن وافضل باذن الله تعالى في الفيديو الجاي، احسن من هذا يعني، هذا يقدر يكون مزيان ولكن الفيديو الجاي يكون احسن. صافي هنا هي الطريقة البنات، كتفرتي داك الدجاج كتحيدي منه هاد من العظومة وكتخلطي معاه بطاطا مسلوقة، كتكوني هذا درتيها مزيان عجنتيها مزيان صافي، وكنزيدو مع الذره والفرماج صافي، وكنخلط بحال هكا اي نوعيه ديال الفرماج عندكم خلطوها معاه ماشي مشكل. صافي هنايا العظومه ديالي كنحتفظ بهم، وهنا غادي ندير الحليب، وفي هاد البلاصه هادي في الطبسيل غادي ندير هذا ديال الباودر خاص بالدجاج، باش كديريه في بلاصه ما عندكش هذا دير فورس كديريه بحال هكايا، ولا ديري داك الخبيز اللي كيكون بحال هكايا تحكيه تيكون كيتبع داك الخبيز كيبان بحال الكرم كتحكيه وكديري بحال هكا الحليب وديري موراه داك الخبيز كيجي احسن الا ما كانش عندك هاد البودر هذا، ولكن عرفتي هاد البودر البنات شحال حار، عرفتي الحار الحار. صيفطت لبختيار ميساج قلت ليه وجد راسك هاد الليله حيت هو ما عزيزش عليه الحار، قلت ليه اليوم باش ما تجيش تتاخر وتقول لي طيب شي العشاء وانا جاي فيا الجوع وما غناكلش، قلت ليه وجد راسك الاكله شبعانه حار. هذا ما كان حبيباتي. نقطه اخرى البنات اللي كيسولوني على البيجامات اسيا، كنمشيو لتيكي ماكس وما كنلقاوش بيجامات زوينين، دابا حاليا ما كنمشيو زعما لتيكي ماكس ما كنلقاوش بيجامات زوينين، كنلقاوهم غاليين وما زوينينش. البنات تيكي ماكس دابا جابت شي حاجه الفريع غير سيرو. البنات الا صعبت عليكم الشده ديال هذا ديال هذا ديال الدجاج ما بغاش يتشد لكم مع هذا، ما عرفتيش غادي ديري، غديري بحال هكايا ياك، غادي تغطي فيه هكا، غادي تزيدي شويه من الفوق، الطريقة هادي 100% غيتشد لك، هادشي ديري بحال هكا غيجيك مجموع مزيان وما غيتفرتش لك، هانتوما بحال الطريقة ديال كب العقل اللي وريتها لكم، هانتوما شفتو كيجي مجموع مزيان ها
صافي وكديري ليه بحال هكايا في الحليب هنايا كتزيدي ديري ليه بحال هكا معشوني حبيباتي كاينين بيجامات واعرين فتيكي ماكس دابا سيرو جابو شي حاجات ناضيين حتى انا نورمال شحال هادي راه كتشوفوني ما كناخذش من تيكي ماكس البيجامات لانه كيجيبو شي حاجات للاويين الا مره كنقدر نطيح على شي حاجه بحال هكا كنكون ها كندور بارازار حتى كنلقاها زوينه اما دابا جابو شي حاجات لي زوينين ديال مع راس العام جابو شي حاجات فنينه سيرو وسيرو لتيكي ماكس اللي تكون كبيره غتلقاو فيها المجال اكثر فين زعما تبقشو هذا البنات ما نقولش لكم عرفتي جربوه كيجي واحد البنه غزاله البنات واحد البنه يا سلام ما نقولش لكم صراحه الطوب ضروري تجربوه البنات وردوا عليا الخبر صافي حبيباتي لاصوف ها هي بقى لي الروز ما بغيتش نصيبو دابا حيت انا ما رزقتش اليوم ناكل الروز عبالو لكم حتى طريفه زدتهم حتى الاخر ديال الفرماج حيت الدراري عزيز عليهم الفرماج زدت داك الطريفات المربعين داك الفرماج المربع زدته صافي وبالنسبه لهذا والروز قلت لكم حتى يقرب يجيب اختي باش نطيبوا ليه باش ياكل الخون حيت انا ما رسقتش اليوم ناكل بلا ما بقى الله يعرف شنو يسخن فيه وبالنسبه لهذا شي يقولوا لي صافي هذا هو اللي كان عرفتي لاصوب طلعت فنة بعدا الحمد لله الدراري عجباتهم كلاو فيها بالليل ضروري كويس ديال اتاي وجدت اتاي براد راه خاوي وجدت البريريد هنايا والكيسان باش اون فوا نوصل وقت الليل نشربوا اتاي البنات راه هنايا نوتي دابا ناكل حيت الدراري زوينين نصل نطلع دارهم مرحبا بكم البنات مرحبا وألف مرحبا حقكم في الجنة اللي كتوحم تسمح ليا شوفوا البنات هنايا كيفاش يجيو الصيدات صافي كبيداتي هنا كنتعشى راسي لانه بختي راه يتعطل وما نقدرش ننتظر وحسيت براسي الطاقه ديالي بدات كتسالي والدراري راه عشيتهم الحمد لله يلا بدا نطلع الحوايجي نشفو عاد باش غنقول ساليت مئة بالمئة لالا ومولاتي قالت كبارين والو يا لالا ناكلو تيراميسو انا وياك هاي المهم هنا تيراميسو البنات انا والحبيبه فارين يلا ها هاي بسم الله هي الفالين هذه الفالين واو صاري مسكين المريض صاري مسكين المريض ما بغاش ناكلو غير انا وياها ايوا صافي دابا كان حبيباتي شبعنا قهوة عرفتي الحبوب البنات ما كيجيش معايا الحلاوة عرفتي كتر شاد العين بس حلاوة بزاف ولكن غادي الحبوب هنا اخر مرحله في تماري هذه غادي ندير الحوايج ينشفوا لانه ولا خليتهم حتى غدا غتعطي فيهم الريحه فضروري غنديرهم ينشفوا عاد باش ديك الساعه نمشي نرتاح حبيباتي الا كنتو كتسمعوني بعد اول حاجه نقول لكم الا كنتو كتسمعوني مزيان انا راه دايره المايك دابا فما نكون جالسه
غنبدا نستخدم المايك باش تسمعوني مزيان، لانه صعيب باش انني نخدم به وانا كنتحرك مثلا في الكوزينه ولا انا غدا في الزنقه. شويه قد يصعب باش يلاه تبقاي شاده الكابلي، حيت الخياطه ديالو غادي نشوفو شحال فيه. شو بغيت نقول لكم حبيباتي؟ المهم كيما شفتو جمعت الدنيا، الدراري نعسو، نوت الحبوب في وجهي. شوف ربي ثلاثة الحبوب حتى هما، نفهم واحد زوج باش تعرفوا شحال الحساسية عندي شحال مجهدة. شوف انا حبوبة هنايا، هادي في نيفي هنايا، وهادي هنايا، ممكن نحسب شي وحدة هنايا. المهم حبيباتي نعس الدراري، عرفتي يوم صعب جدا، كنحس بعدا اليوم صعب. علاش؟ لانني ما شبعناش نعاس، ما نعساش مزيان، و درت شحال من حاجه اليوم. يعني نورمال هاد الحاجات اللي درتهم اليوم خصني نكون مرتاحه وما نكونش عيانه، ولكن الحمد لله اننا سالينا، كيبقى داكشي غير تعاود. دابا غادي نرجع لكم الموضوع البنات ديال فين وصلت القضيه في البلاد ديال راجل. بصراحه حبيباتي ما بقيت نهضر لكم حتى شي حاجه حتى نوصلوا لهدف معين، عا باش نهضر لكم على هذا الموضوع هذا، بحكم انه كما قلت لكم راه السيد اللي مكلف داكشي ديال الطيور وهذا كيبيع شرف الطيور هذا، لقى لينا كاينين الحاجات اللي عنده، كاينين الحاجات اللي عند صاحبه حتى هو كيبيع شرف الطيور، وكاينين من شركات اخرين لانه هذا صاحبه كيعرفو مزيان، فقال لي انايا ماشي بالضروره انك تشري عندي، انا غادا نشوف لك الحاجه اللي غادا تناسبك وتسلكك، عجبوك هادو اللي عندي مرحبا، ما عجبوكش راه نشوف لك موديلات اخرين. فعلا داكشي اللي شفنا، شفنا واحد جوج من عنده الصراحه، اش غنقول لكم، مزيانين وفي نفس الوقت ما مزيانينش. علاش مزيانين؟ واحد الناحيه انهم يعني كبارين، فيهم واحد الجريده صغيره، يعني على قدنا حنايا اننا غنمشيو غير نمشيو ونجيبو، ماشي شي حاجه اللي نقول لكم كبيره وهادي. وزيدون ما كاينش انسان غادي يحط فلوسو، راه كنقول لكم ديما شي حاجه اللي ما غاديش تكون معول انه مستقبل اللي غتكون فيها، كاينش خسر فيها فلوسك بزاف، داك الفلوس مولهم في حاجه اخرى، هذا هو اللي كاين. فاحنا بغينا غير نتفاداو داك المشكل ديال انه فين ما نمشيو نبداو نفكروا فين غنجلسوا، واش عند من وهادي، واش بدا تفرض عليك شحال من حاجه. فاحنا بغينا نمشيو اليز، حنا اصلا ما ناويينش نجبدوا لا بالبلال لا مشاكل لا حتى شي حاجه، باغي نمشيو نسالو صلاه الرحم ونرجعوا في حالتنا. هذا هو الهدف الرئيسي ديالنا المعين. كما قلت لكم تلقينا جوج، مازال غنوريكم التصاور في الفيديو الجاي، لانه في هذا الفيديو كنت بغيت نوريه لكم ولكن ما فهمتش مالهم تعكسوا. تخيلوا معايا ملي كنسكرينيهم، ملي كندخل بلاصه التصاور ما كيطلعوش ليا. دابا المشكله باش ندير هاد لوبسيون من عند باختيار ولوح لكم التصاور، خاصني تيليشارجي من عنده لابليكاسيون، خاصني نحل الكونت ديالي تما، وبزاف د الحوايج، لانني لابليكاسيون كنخلص عليها باش كندير المونتاج باش ما يطلعش داك اللوغو يبرز لكم هنايا، فبزاف بزاف تاع الراس باش يخرج هادشي. وباختيار طلعوا لي التصاور انا لا، وهو باش نوريكم دابا التليفون ما كاينش، وانا خصني نكمل لكم الفيديو ديالكم لانه هو غيجي معطل اليوم شويه وانا عييت بغيت نعس. المهم حبيباتي هذا ما كان، فباقي ليا بلاطو غير غنوريكم الديور وانتم قولوا لي اشنو بان لكم، حيت حنا باقيين في حيره. كما قلت لكم الجوج ديور اللي لقيناهم زوينين من واحد الناحيه وخايبين من واحد الناحيه، قلت لكم زوينين انهم داكشي اللي بغينا فيهم تقريبا، ماشي غنقول لكم 100%، انا وليت باغا نسلك كنقول لها واخا واخا. من واحد الناحيه مزيان انهم كما قلت لكم فيهم داكشي اللي بغينا تقريبا واحد 60%، ومن واحد الجهه اخرى انه المشكل اللي كاين هو انهم قرابين بزاف. انا بصراحه ضد انها تكون قريبه بزاف. علاش؟ يعني اللي بغى يجي مرحبا بي، انا ماشي من داك النوع، انتما راكم عارفيني بلا ما نحتاج نقول لكم، انا راه كيوصل عندي الانسان تنحشم منه، واخا مع شنو يكون داير ليا راه ما فيهش داكشي ديال يعني نبقى نتجادل ونتعاطى وهذا. فما بغيتش ادو قريبه بزاف، ما بغيتش الصراحه قريبه بزاف، وتا هو يعني كما تقولوا وافقني الراي، انه القرب بزاف غيولي مشاكل من جميع الجوانب، سواء انت كاينه تما سواء ما كاينش. شنو اخر؟ صافي. وجوج اخرين، هادو جوج كما قلت لكم قرابين، يعني بيناتهم ما بين الاولى والثانيه بيناتهم واحد 15 دقيقه 10 دقائق بحال هكاك بالمشي. وبالنسبه لجوج اخرين كاينين في واحد البلاصه اخرى، منطقه اخرى، ولكن بعيده بزاف، يعني شوفوا يا اما بعيده بزاف اما قريبه، حيت المشكل كاين عاوتاني فين هو انه الا كانت بعيده بزاف غيكون مشكل في المواصلات، يعني ها انت غتكري واخا، خاطر تما الكرا شويه معقد ديال الطوموبيل، يعني الناس عندهم طوموبيلات،
ما بغيناش نكلفوا على شي حد. بدا تقولي اجي ردني جيبني ردني جيبني، هو بالضروري خصو يبدا يشوف با يوميا. يعني مثلا انا نقول واحد النهار عيس ما فيه ما نخرج، هو ضروري يبغي يمشي يشوف با، الله يسهل. ولكن انايا جات بعيده هذاك بزاف، عاوتاني الانسان ما يبعدش بزاف، بعيده كنقول لكم بعيده بزاف. ولكن هادو اللي بعادين زوينين، يعني زوينين زوينين بزاف، تشوفهم في التصاور وغادي تفهموني. انسان ما يتسرعش، انسان ما يتسرعش، بقى تشوف تشوف تشوف، الانسان حتى يلقى داكشي اللي بغى. قال لي راه غنزيدك جوج اخرين، هادو هما اللي غادي يناسبوك. شي حاجه اخرى قال لي راه ما كاينش داكشي اللي انت في بالك اللي انت باغي، بحال كيما مواصفات اللي ماشي، راه ما كاينش 100% بحالو، غتلقاه بعادين. لانه حداهم كاينين كبارين اللي هما خاويين، يعني باقيين مزيانين، وكاين اللي باغي يبيعهم، كاين اللي ديالو ملكو باغي يبيعو. قال لي كاينين كبارين بزاف وبصراحه غاليين، وحنايا ما باغيين شي حاجه اللي كبيره بزاف. كما قلت لكم الانسان غير فين يلقى، فين يحط حويجاتو، فين يستقر، وفين هادي، هذيك هي اهم حاجه، اهم حاجه. وراحت البال هي كلشي، شي يكون بالك مرتاح في واحد البلاصه وانت اليز، راه هذيك هي الدنيا وما فيها. هذا ما كان حبيباتي، وضروري كنقولها لكم اي مره تكون شي حاجه جديده ولا شي مستجدات ولا هذه، راه ضروري غنبارطاجيها معكم ان شاء الله. ودعوا معنا بالتيسير وبالخير، ومازال شي حوايج غنقولهم لكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايين اللي غادي يعجبوكم بزاف. وان راه كلامكم راه تناخذوا بعين الاعتبار، غير باش نقول لكم بحال بعض المرات البنات يعطوني الافكار ولا هذه، راه كتشوفوني كنقول لكم هاد الحاجه راه قلتوها لي، راه عجبتني هاد الحاجه راه درتها. فالله يستر لكم كاملين، الله يفرحكم. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. دابا راه كنتسنى باختيار يجي، كنت غنتسنى باختيار وكما نقدرش سوجت البراد داكشي، غنخلي لي داكشي، نقول بغيتي تعبر براد بغيتي تجلس لتحت براسك. حطيت الماكله شو درت لها السلوفان باش يعرف شنو اللي مطيبه، يجي ويهز ويسخن داكشي صافي. اما انا والله ما فيا لا نسخن ولا نقلب ولا نحط ولا ما نحط. هذا ما كان حبيباتي، وان شاء الله منين الفيديو الجاي غنوريكم الديور كي دايرين. والانسان ضروري في اي حاجه كيديرها، قبل ما نسد لكم نختم لكم هذا الفيديو دابا، هاد الهضره مهمه. الانسان اي حاجه كيديرها في حياته دير صلاه استخاره، صلاه استخاره كتنفع بزاف. اي حاجه بغيتي ديريها خطوه في حياتك، سواء كان زواج، سواء خدمه، سواء سواء سفر، سواء اي حاجه، اي حاجه كما تيقولوا احتاريتي ما بقيتيش عارفه راسك واش تزيدي ولا ترجعي، ما عليك الا بصلاه استخاره. فربي كييسر وكيبين لك العلامات. وهي كيفاش تبان العلامات؟ كتبان العلامات، كتبان. نعطيكم غير مثال قبل ما نزيد لكم فيديو، تخيلوا معايا فاش كنا كنجمع الوراق ديال الزواج انا وباختيار، غير باش كنبدا نعرف بغيت نعطيكم شي حاجه بحال هكا باش نحفزكم وفي نفس الوقت تفهموني شنو بغيت نوصل لكم. كنا كنجمعوا الوراق وواحد الورقه تعكست لينا، يعني صافي تبلوكينا، ديالاش ديال السجل العدلي هنايا. يعني الانسان ما عنده حتى شي وساخ، يعني ما عنده وراق نقيين، وهذا ضروري داك الورقه كيطلبوها في المغرب العقد ديال الزواج. فهنا شنو وقع؟ باختيار كان دار ابلاي، يعني دار طلب قبل ما يجي عندنا المغرب، ولكن المشكل اللي كان هو انه مشى وقال لك لقيت نتسنى فيها كتاخد وقت طويل، لكن بدا الاجراءات ومنين توصلني غنوصي صاحبي باش يصيفط عليا في الدي اش ال. فعلا تخيلوا معايا وصل داكشي ودفعنا الوراق وكلشي، فوصلت الورقه ديال السجل العدلي ومازال ما جاتش الورقه. كنتسنى ونتسنى 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 والو، جوج الحوايج اللي تعقدوا. الحمد لله هذه هي الحاجه اللي وليت تنقول واقيلا الزواج ما مكتبش. شنو درنا؟ لا انا لا بابا لا ماما لا خوتي، ودرنا صلاه استخاره، طلبت الله يا ربي الا كان هذا الزواج فيه خير تبارك الله، الا ما كان فيه خير بعدو مني يا ربي، الا ما كنتي عارفه انه ما فيش خير ليا. سبحانك يا الهي وحق الله العظيم، الا انا كنقول لكم وحق الله العظيم، درنا صلاه استخاره اليوم الصباح صاحب بختيار وعيط بدا كيضحك، قال بختيار عرفتي ديك الورقه اللي صيفطوها لك ديال السجل العدلي عرفتي فين كانت؟ قال لي بختيار فين؟ قال لي داك البوستمان، داك الراجل اللي تيجيب الوراق ديال البوسطه، قال لي فاش لاحا ما لاحاش في داك اللعيبه ديال البوسطه عندنا في الباب اللي كتشوفوها في الباب، قال لي ما لاحاش في هذيك، لاحا من تحت الباب. فمنين لاحا من تحت الباب تخشات من تحت طابيه، يعني حتى الورقه قاصحه داك الجوا ديالها قاصح، فاش خشاها تخشات من تحت طابيه. وبختيار عاطي لصاحبو السيروش فين ما كيدخل كيقول لي ما كاين والو، كيقلب ما كيلقى حتى شي حاجه، وهي راه مخشيه من تحت طابيه. قال لي داك قال لي الصباح ضربت ليا الطرم، قلت اجي نهز طابيه لعل وعسى تكون تحت طابيه، شوفوا سبحان الله. فهزها ولقاها، بختيار منين قال لي حلها
ومنين نحلها لقى انه لاداش باش تصيفطات صيفطات ب6 ايام، يعني تخيلوا معايا 6 ايام وهي واصله والراجل ما شافهاش، كيمشي يوميا وما كيلقاهاش. فاش علاش بغيت نقول لكم يعني ربي منين كيبين لك الحاجه تطلبي الله راه تتبان لك واش مزيانه لك ولا ما مزياناش. مزيانه لك راه ربي تيسر لك، ما مزياناش لك راه ربي تيبين لك علامات، ولا داك الشخص كيطلع منه شي حاجه خايبه، ولا داك الخدمه كيعاودوا لك الناس على شي حاجه راه طرات خايبه فيها وما تصلحش لك الى اخره. اذا ما كان حبيباتي بوسه لكم كاملين، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. بوسه لكم كاملين، السلام عليكم.